اخواني رجال الاعمال المحترمين، انا اشكركم لقبول دعوتي لحضور حفل عيد ميلاد بنتي الاموره منار. ودلوقتي نبدا نحكي. طلبوا منك بابي البنك هيخلص، هو ساعتها هتشوف منال هتعمل معاك ايه. والله عملت لي ايه في ارض المعادي؟ خلاص يا مستر بيه، الضيوف اتكتبت وكل شيء تمام. انا عايز اخلص من الموضوع ده بسرعه عشان كمان اخلص لك موضوع منار. انا منتظر على النار. اعتبر الطبخه استوت. اتفضل. سبع ولا بابا؟ لا سبع طبعا. صحتك. بس دقيقة واحدة أشوف الأنسة منار وأرجع لك تاني. براحتك يا حبيبي. ميرسي يا عمي. على الجبل. لا هنا جبل. لا 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 تحت. إيه الجمال ده كله؟ لا ده أنت تصدقي، تصدقي ونص. حتى تعالي نسأل الناس. يا مجنون تعالي، مش عايزين حد يشوف. انت عملت ايه في الموضوع بتاع بابي؟ كله تمام، انا خلصت كل حاجة يا منار، بس الدور عليك انت بقى. طب اقعد جنبي بقى ابراهيم. انا عمري ما هنسى الوقفة اللي قلتها مع بابي في الوقت اللي كل اصحابه سابوه، مع اني خير عليهم كله. اخسى عليك يا منار، واحنا مش هنبقى اهل. احنا اكتر من اهل يا حبيبي. انتوا قاعدين هنا يا طايط وانا بدور عليكوا. عمي يا سايق. اهلا يا عمي. ما قلتليش عملت لي ايه؟ لا كله تمام يا عمي، كله تمام الحمد لله. وجبت لك الشنطه. طب انا هروق لك الجو واطلع لك فوق. روق براحتك يا عمي. والسنة الجاية إن شاء الله نشوفكم. مع السلامة. أنس وشرف، مع السلامة. ما تنسوش السنة الجاية إن شاء الله. مع السلامة. كنت طيبة.
باي. هم بقى السنة الجاية انت بكرة. وبعدين لا مش عارف. باي باي حبيبي. اهلا 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 بالعرس الحلوين المعطاطين. اهلا يا هاني. اتفضل يا حبيبي اتفضل. ايه ما قلتليش ايه الاخبار؟ لا كله تمام يا عمي. الفلوس في العربية. العربية؟ ايوه. حد يا راجل يحط 6 مليون في العربية؟ لا دول شو قلت لك يا بابي؟ ابراهيم ابن حلال وطيب وينفذ اللي اقول له عليه. ميرسي قوي يا هو ابن حلال بعقل ده جدع كمان. وبعدين دي مش غريبة عليه، ده هيبقى جوز بنتي. اهلا يا حبيبي. بس من فضلك يا عمي ارجوك يعني ترد المبلغ بسرعة علشان انت عارف ان ممكن في اي وقت. ايه ده يا ابني؟ انت بتشك فيا يا ابراهيم؟ خلاص خلي فلوسك في العربية ويا رب تتسرق. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا بابي؟ انت ناسي ان ابراهيم هيبقى جوزي؟ يا ريت يا عمي. هو انا اطول انك تبقى حماية. تقولش كده يا ابراهيم، ده انت زي ابني بالظبط. عشان كده انا صارحتك بالازمة المالية اللي احنا فيه. ربنا يخليك لي يا عمي. بس انت امتى هنكتب الكتاب كده ونعلي الجواب ونلم الشمل؟ اه يا شاي، يبقى بقى انت تقصد كتب الكتاب مش حكاية البنك. ايه رأيكم لسه سهرة حلوة المناسبة السعيدة دي؟ زي ما تشوف. يلا بينا. اتفضل. اتفضل يا عمي زي ما تشوف يعني. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اتفضل يلا يا قطة. زي كل مرة، هي دي أول مرة نلعب اللعبة دي. من بكرة الصبح هنركب أول طيارة ونروح على أي بلد. ما هو ما بيردش. مع السلامة. تلاقي ابراهيم اصله ما يقدرش ينام من غير ما يسمع صوتي. انا كمان اموت في صوتك قوي قوي. وبعدين معاك يا منار بقى، مش معقول كده سيبيني انام. لا يو اسحالي يا ادم. ايه ولا كلمة؟ مين سيادتك؟ هفرق فيكم مسدس. مش عارفني ولا ايه؟ لا ما تشرفتش بمعرفتك. مين حضرتك؟ معقولة نسيتني؟
انا الماضي بتاعك يا ادهم بيه ولا انت مغير اسمك اللي ينتي؟ انا اسمي بسام يا ابني. بسام؟ ايوه حتى اسألك مش اسمي بسام بنتي برضو؟ لسه بتقول بنتك؟ انت لسه مش عارفني؟ انا نسيتك يا ابني. انا صفوة اسماعيل محمد. صفوة اللي تسببت في دخول السجن 7 سنين، اللي خدعت وضحكت عليه. افتكرتني دلوقتي؟ حقك على يا ابني، حقك على. انا عايز فلوسي. فلوس ايه؟ فلوسي. الفلوس ما انا صرفتها ابني خلاص. انا مش قصدي على الفلوس بتاعتي. امال على ايه؟ انا قصدي على الفلوس اللي واخدها من الاستاذ ابراهيم دلوقتي، اللي دخل بالشنطه وخرج من غيرها، اللي بيحب العالم اللي فاكرها بنتك. ابراهيم؟ يا ترى اسمك ايه النهارده؟ ابني فين الفلوس؟ نفس العنوان يا ابني. انا فين فلوس ايه بس؟ قوم هات الفلوس. قوم هات الفلوس. طب ثانيه واحده هجيبها لك. ايه في الدولاب؟ اوعى تعمل حاجه كده ولا كده. لا انا هجيبها لك، اصل في درج مسحور في الدولاب. قومي. لازم اقتلك. انا قلت لك حرام. لازم اقتلك زي ما قتلت. ايوه لازم اقتلك. ليه ضحكت عليا؟ ليه خدعتيني؟ كنت قلتلي السلام. كنت سامع. لكن دلوقتي مش هسامع. مش هسامع. انت هتشتغل هنا؟ ايوه يا بي. اكتب. ناوي في يوم 5 مارس سنة 1986 وبمعرفتنا نحن رئيس نيابة الجيزة وبناء على الطلب رقم 574 المقدم من اسم أول الجيزة بخصوص التبليغ عن حادث القتل بالمسكن رقم 24 شارع الربيع الجيزي، قمنا بتوجيه الأسئلة الآتية لأحد العاملين بالمنزل. اسمك وسنك؟ مسعد سعيد يا بيه. مسعد سعيد. سن 60 سنة. 60 سنة. تعرف ايه عن الحادث يا عم موسى؟ معرفش حاجة يا بيه. أنا داخل من باب الفيلا لقيتهم مقتولين. وإيه اللي عرفك إنهم مقتولين؟ الدم كان بيخر من دماغه والست الهالم كان سايحة بدمها. كنت قعدت أهزتهم لكن محدش رد عليا. في حد تاني بيشتغل معاك هنا يا موسى؟ ايوه يا بيه. الطباخه ودي بتروح الساعه 9 والبواب ده موجود في اوضته بره. وانت اوضتك فين؟ تحت السلم يا بيه. تحت السلم. طبعا موسى، مين من الناس المترددين اللي بيجوا باستمرار يزوروا الجماعه هنا في البيت؟ ناس كتير يا بيه. زي مين يعني؟ الاستاذ ابراهيم خطيب منار هاني. مين الاستاذ ابراهيم ده؟ لا قلت لك يا بيه، خطيب منار هانا. قصدي يعني بيشتغل ايه؟ في بنك يا بيه. في بنك. طيب يا عم موسى، انت ما عندكش حاجه تاني عايز تقولها لي؟ لا يا بيه. متاكد؟ ايوه يا بيه. طبعا موسى، روح انت وابعت لي البواب. حاضر يا بيه. ها ايه اخبار المعين؟ واضح ان المجرم على صله بالقتيل. قصدك ان القاتل كان على معرفة جيدة بالقتيل؟ الظاهر كده يا فندم. اكتب. بعد اجراء المعاينة اللازمة قررنا استدعاء بواب العمارة لتوجيه بعض الاسئلة. Thank you.
اتفضل انت. اسمك ايه؟ عبد الموجود جودة. شال ايه؟ دواب. عندك كم سنة؟ ما تخبرش يا بيه. حوالي 55 سنة. انت بقالك قد ايه بتشتغل عند بسام؟ 5 شهور يا بيه. تعرف يعني؟ ما خبرش يا بيه، كل اللي اعرفه انه راجل بشتغل عنده ومبسوط وايده طيلة. يعني ايه ايده طيلة؟ يعني يعرف ناس كتير بقى يا بيه. وانت تعرف ايه عن الحادث؟ معرفش يا بيه، كل اللي اعرفه انه صحيت من النوم على صريخ مصعب بقول البيه والهانم ماتوا. بعد الحفلة ما شفتش اي حد غريب في جنينة؟ بصراحة يا بيه مش فاكر، اصل الدنيا ليل وكان في ناس كتير قوي وانا ما اشوفش بالليل يا بيه. طب انت ما شفتش اي حاجة او حسيت باي دوشة في الجنينة بعد الحفلة ما خلصت؟ لا يا بيه، بس في حاجة عاوز اقولها لسعادتك. من حوالي اسبوع جه واحد قعد جنب مني وقال لي دي فيلا ادهم بيه ديناري. قلت له لا، دي فيلا بسام بيه. شكله ايه الراجل ده؟ تقدر توصفه؟ ما خبرش يا بيه. عندك حاجة تانية عايز تقولها؟ لا يا بيه. طيب امضي اذا كنت بتعرف بتمضي ولا اختم. ابصم يا بيه. بصم. قرار منحهم رئيس نيابة الجيزة استدعاء الشاهد الساعة 10:00 على ان تقوم النيابة باستدعاء باقي الشهود الساعة 10:00 لاستكمال التحقيق، وقد اقفل المحضر على ذلك في ساعته وتاريخه. ده بيوصل ساعة كام؟ يعني في حدود 2:00 وربع. طب متشكر. لا ازاي تقول كده؟ هو انا غريب عنكم ولا انت لسه حاسه اني غريب؟ بالعكس يا صفوت، انت عز الناس عند بابا وانت عارف كده كويس قوي. سلام. عند بابا بس؟ وعندي انا كمان الناس. يلا. فاهمك الحقيقه حاجه ده ايه؟ هو انت تخيلت كده في واحد مع بنته في السرير؟ لا دي مش بنتي، دي بنت واحد صاحبي. مش مصدق نفسي.
انا هفهمك كل حاجة يا صفصف. هدى دي انا اللي مربيها وعمري ما لمستها غير النهاردة بشرف. شرفك؟ لا سيد، بس كنت احلف بحاجة رخيصة شوية، بس لشرفك ده غالي قوي. اسمع بقى، انا طولت بالي عليك، اي كلمة تاني حاطة على لسانك. لازم تعرف بقى محترم ان هدى دي مراتي. مراتك؟ ايوه مراتي شرعا وقانونا. وبعدين احنا مش محتاجين لمساعدتك بقى خلاص، ومش عاوز اشوف وشك هنا تاني. يلا اطلع بره، والا هجيب لك الامن يطلعك بالقوه ويعمل لك فضيحه. انا كبالي ند ضيعت مستقبل، انا لازم اقتلك. اطلع بره، اطلع بره، والا هجيب لك البوليس. يلا بره. شو قليل الادب. بقول لك ايه، لم هدومك وروح اوتيل تاني. يلا بسرعه. نروح فين؟ زمان بلغ عنا. بلغ عن مين؟ عن ادهم الدناري وهدى، يبقى يقابلني لما يلاقيهم. يلا حبيبتي يلا. هي دي كل الحكايه؟ ايوه يا فندم. محمود خد الاسامي دي وعينهم، ولازم يكون عندي بكره الصبح. انت قلت ان اشراكك اسمهم ادهم الدناري وبنت هدى. ايوه فندم، بس التحريات اثبتت ان مفيش حد بالاسم ده. صحيح ان اسمه مكتوب بدفتر النزلاء بالفندق، بس مفيش حد بالاسم ده. ايه رايك؟ ايه بقى، اكيد كان اسمه مزور. يعني ايه اسمه مزور؟ ليه ما تكونش انت وهو متفقين مع بعض؟ متفقين ازاي بس يا فندم؟ وانا جاي ابلغ عن نفسي. بلغت عن نفسك لانك حسيت انك هتنكشف. يا فندم والله العظيم انا خدعت فيه. انا صحيح بدلت الاسهم الشركه، لكن ما كنتش شريك معاه. هو كان فاهمني انه هيسدد الفلوس في اقرب وقت، وطبعا هرب بالفلوس كلها. لا معايا 100,000 جنيه منها. هو ده اللي فضل معاك؟ ايوه يا فندم. في حاجه تانيه عايز تقولها؟ ايوه يا فندم، عايز اقول اني بريء واني ما كنتش شريكه. ازيك يا صفوتي؟ انت جاي ليه يا محمد؟ مش عايز حد يدافع عني. صفوت، انا قريت الحادثه في الجورنال وعشان كده جيت لك. لازم اعرف كل حاجه يا صفوت عشان اساعدك، عشان اقدر ادافع عنك. ما عنديش حاجه اقولها لك صفوت. انت موقفك حرج جدا في القضيه، لازم تساعدني. ممكن يحكموا عليك بخمس سنين، عشرة. ساعدني على الأقل ياخد حكم مخفف. لازم تساعدني يا صفوت. لازم تساعدني أنت. لازم أعرف مكانهم. مش لازم أديلهم. الفكرة يا مجرمين. الزعيم اختفوا. هربوا. للحكومة نفسها ما تعرفش عنهم أي حاجة. حتى لو بعد 10 سنين. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم صفوة اسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. انا بريء بريء بريء. متأسف، حصل مني حاجة؟ لا ما حصلش حاجة. واحنا فين دلوقتي؟ اظن في طنطا. طنطا؟ ما عرفتكيش بنفسي. المحاسب صفوت اسماعيل محمد، بكالوريوس تجارة، وكنت مهاجر بره. فين؟ بقالي 7 سنين في كندا. وحضرتك لابسه اسود ليه؟ اصل بابا توفى في مصر. متاسف، باقي في حياتك. حياتك انت. اسم حضرتك ايه؟ لو ما كانش حد جاي لك تسمحي لي اوصلك؟ لا معلش، خايفه اعطلك. لا ما فيش عطل ولا حاجه.
هو طريق حضرتك فين؟ الابراهيمية. الابراهيمية دي نفس سكتي. اكس وان انا ما كنتش ازعجتك. لا ابدا ما فيش اي ازعاج. مع السلامه. باي باي. باي مشكل. منى يا حبيبتي يا منى الباقي في حياتك عمرك الباقي. من مدة طويلة قوي كان نفسي اكلمك احضنك احضنك يا بابا. هو كان عظيم يا سامية. كفاية كفاية يا منى. لا دي تاخدي بالك من نفسك. سامحني يا بابا سامحني. مش هقدر اعمل لك اي حاجة. نفسي اعرف انتحرت ولا قتلوك. لكن بابا ينتحر ليه؟ اكيد اكيد لو انا حد من اعضاء اللي في السوق هما اللي عملوا فيه كده. صحيح انا مش عارفه الحقيقه لكن اوعدك يا بابي لو اكتشفت انك اتقتلت هتصرف معاهم وهنتقم منهم. انا ما بحكيتش على حد. بالعكس انا محتاجه الحب وحنان. انا في النهايه يا ست انا محتاجه حد يقف جنبي. انت باين عليك بخ قوي.
كل ده وبابا. حاجة يا أستاذ؟ لا مفيش. تسمح بقى؟ وليل الفراجة في وقت زي ايه؟ ابدا يا شويش، حسيت بخنقة في البيت، قلت اطلع اشم شوية هوا. هتشم هوا في ساعة زي ايه؟ مزاجات بقى يا شويش. طب اتفضل شم الهوا في بيتكم عشان خليك تشمه في التخشيب. لا 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 لا، في بيتنا احسن طبعا. طب اتفضل. السلام عليكم. سلام. ريم عبد الفتاح موجود بره يا فندم. خليه يدخل. اتفضل. اتفضل يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم، مسعد بيقول انه شافك يوم الحادث داخل عند الاستاذ بسام، دخلت اوضه المكتب وبعد كده خرجته وكان معاك شنطه. تقدر تقول لي ايه علاقتك بالاستاذ بسام؟ انا كنت خاطب بنت المرحوم بسام، وكنا هنكتب الكتاب في اقرب فرصه لولا الحادث اللي حصل. انت بتشتغل في بنك مش كده؟ ايوه يا فندم. طيب وايه علاقتك بالظبط بالمرحوم بسام؟ ما انا قلت لحضرتك اني كنت خاطب بنته. لا يعني مش قصدي، قصدي انت اتعرفت بيه ازاي يعني، او انتوا الاثنين اتعرفتوا ببعض ازاي؟ انا كنت بصيف في اسكندريه، وهناك اتعرفت على المرحومة منار، وقدمت لي بسام بيه على انه ابوها، وبعد كده خرجنا اكتر من مرة، وكان دايما بيكون معانا، وبعد فترة تقدمت لخطبتها وافق، وبعد كده طلب مني نقدم له على سلفة من البنك. خد كام سلفة من البنك؟ مش سلفة، لا ده كان قرض 5 مليون جنيه. 5 مليون جنيه؟ وعملت ايه؟ طبعا في الاول انا كنت رافض، لكن هو اقنعني انه مشروع. مشروع ايه؟ مشروع اسكان. رحت انا وهو ومنار علشان نشوف الارض. وايه اللي عرفك ان الارض دي ملكه؟ كان عليها يافطه كبيره، يافطه باسمه. يافطه باسمه. وبعدين؟ وبعدين اقترح عليا اني اكون شريك معاه في المشروع، انا بالمجهود وهو براس المال. وعشان كده عشان كده قال لي اجيب له قرض من البنك. وطبعا البنك بعتك للتعيين بصفتك خبير. ايوه بصراحه ما كانش فيه اي داعي اني اشك فيه. يعني بالشكل ده استغليت سلطتك. انا كنت ماشي قانوني. ازاي قانوني يا استاذ وانت ما تعرفش الارض دي ارض مين؟ طب وازاي كنت اعرف اذا كنت كل ما امشي في اي مكان كانت كل الناس بتعرفني، لدرجة ان انا لما رفضت اديله القرض مدير البنك كلمني تاني يوم في التليفون. كان متضايق جدا ان انا رفضت طلبه، وانه اتصل بيه وان البنك موافق على كل شيء، وطلب مني ان اعمل الشكل الروتيني وانا وافقت. طب اعرف منين ان هو نصاب؟ وانت ايه اللي عرفك انه نصاب؟ من الجرايد. الجرايد ما قالتش انه نصاب. استرايك. استاذ ابراهيم، تقدر تقول لي انت ليه ما بلغتش المده دي كلها؟ وايه سبب اختفائك؟ ابدا، هو كل ما في الموضوع ان ما فيش اي حد استدعاني. طبعا، لاننا ما كناش نعرفك. استاذ ابراهيم، تقدر تقول لي انت كنت فين يوم الحادث؟ كنت نايم في البيت. تحرياتنا اثبتت انك ما كنتش في البيت. امال كنت فين يعني؟ هو ده بقى اللي عايز اعرفه منك دلوقتي. انا هقول لك على كل حاجه. يعني لسه في عندك حاجات هتقولها؟ ايوه اتفضل. ايوه بس انا ما قتلتوش، والله العظيم ما قتلته. ازيك يا حاج؟ ازيك يا حاج؟
وحشتني يا عم. اخبارك ايه؟ ازيك يا وحشتني قوي. وانت كمان. تعالى اخويا تعالى. ما يمكن يكون وقت. تعالى وقت ايه وبس؟ تعالى. اه بصراحة. ازيك يا محمد؟ ازيك حبيبي؟ وحشتني قوي. كفارة يا راجل. خرجت امتى؟ من حوالي شهرين كده. شهرين؟ شهرين ما اعرفش عنك اي حاجة. ما انا كان ورايا شوية شغل. خلصتهم وجيت على طول. طب قوم بقى اعرفك بالمفاجأة المدام. لا مرة تانية ان شاء الله. مرة تانية؟ هو انت فاكر نفسك هتمشي؟ انت معانا على طول. على فكرة انت نازل فين؟ انا يا دوب وديت شنطتي على البنسيون وعملت مشوار وجيت لك على طول. وانت هتفضل في البنسيون على طول؟ انت تخليك عندنا لغاية ما تلاقي سكن. معقول يا محب؟ انت برضه عامل فرق بيننا يا صفوت. لا انا مش عامل فرق ولا حاجة بس. يبقى خلاص. يا سهير. سهير. ايوه يا محب. تعالي يا سهير. ايوه انا جاي. تعالي. ادي سهير جدا. سهير مراتي. اهلا يا فندم. اهلا. صفوت صديقي. اه اه. ادي يا ستي صديقي وحبيب عمري. صفوت. وقال ليه بعد ما شفته بقى قدام عينيا عايز يسيبني ويمشي؟ على فكرة يا استاذ صفوت انا من كتر ما سمعت عنك من محب اتمنيت اني اشوفك. ياه ده شغل كبير ليا قوي يا فندم. وليا انا كمان. امال عايز تسيبني وتمشي ليه؟ يبقى زهق مننا اكيد يا محب. معقول يا فندم حد يبقى له اصدقاء زيكم كده ويزهق منهم؟ امال عايز تمشي ليه؟ معلش عشان ما ضايقكمش. مفيش حاجة اسمها معلش. طيب يلا العشاء جاي. اتفضل يا فندم. ميرسي. شكرا. وحشني قوي. يلا اتفضلوا بس عشان الاحتياجي اتفضل هنا طبعا اللي بقيت. يلا انت ضيفنا النهارده. ميرسي. كله احسن انا مالك من الجوم. الف مش هستنى حد. هو دايما يقول لي كده. على فكره يا سمير. ايوه. سفر ده كان اشطر الطلبه. معقوله؟ ما انت كنت تطلع الاول يا استاذ وانا التالت يبقى مين الاشطر؟ يعني التالت بديل؟ لا بس انت ما قلتليش يا سفر انت ناوي تعمل ايه دلوقتي؟ يعني بفكر كده اعمل مشروع صغير. مشروع تجاري صغير. هايل. المشاريع التجارية هي اللي ماشية في البلد اليومين دول وبيحققوا منها ارباح فظيعة. واذا احتجت اي حاجة احنا تحت امرك. بصراحة يا جماعة انا مش عارف اشكركم ازاي. متقولش كده يا صفوت احنا اكتر من الاخوات. لا شكرا على واجب. اي مبلغ تحتاجه احنا تحت امرك. لا الحمد لله ان شاء الله مش هحتاج الفلوس. انا معايا مبلغ كده هيقضيني وابتدي بيه ان شاء الله. جبت الفلوس منين؟ انت ناسي المكان اللي كنت فيه كانوا بيدونا مصروف وقبل الحكايه دي كان معايا قرشين هحط دول على دول وابتدي المشروع. انا المشكله دلوقتي عندي السكن. وانا عندي السكن. معقوله؟ فين؟ هنا جنبيكوا في الشارع بتاعنا. صاحب العماره اللي في اخر الشارع عنده شقه فاضيه وطالب فيها 50,000 جنيه بس شقه تستاهل. موافق. وانت اللي هتفرشها. موافق. خلاص يبقى انا هتكلم صاحب العماره النهارده وارد عليك الصبح لما تقوم النوم. ده احلى خبر سمعته. هاي ان شاء الله ايامها كلها هتبقى سعيده باذن الله. يلا ناخد عصير يا جوع. انت عايزه كوبايه ميه؟ حاضر يا ست الكل. انا النهارده مش عارفه مالي. انت اتاخرتي عن النوم. يلا حبيبتي يلا. انا مش عارفه اليومين دول النوم طار من العينيه خالص. لا يا ست منى كله اللي ده لسه بدري قوي على الحكايه دي. بس انا مبسوطه جدا ان الحكايه دي قدرت تنسيكي كل اللي حصل.
انسى. انا كنت بحب بابا قوي، مش ممكن هنساه. انا اسفه، اسفه قوي يا منى، اسفه اني فكرتك بكل حاجه. هسيبك تنامي، تصبح على خير يا حبيبتي. وانت من اهلك. يا راجل خضتني، انا قلت حرامي. خضتنا عليك يا صفوت. انا اسف يا جماعه. اجيب لك كوبايه ميه؟ لا لا متشكر. خلاص بقى نسيبك تكمل نومك، قصدي كابوسك. اتفضل. لو قلت حاجه يا صفوت صحينا، ده بيتك. ميرسي يا رب. العافيه. شكرا يا جماعه. تصبح على خير يا صفوت. تصبح على خير. اتفضل. انت عملت لي ايه في موضوع الشقه؟ اه حقيقي فكرتني يا صفوت، صاحب الشقه اتصل بيا النهارده وانتوا نايمين وقال لي يا سيدي انه مستعد يمضي معاك العقد النهارده. طب ده خبر كويس قوي. طيب انا هروح اروح مشوار وارجع عشان اروح سقف. خلاص. محب يا محب. ايوه ايوه. ايه يا صفوت؟ انا لازم اروح مشوار مهم يا محب. بعد اذنكم. اتفضل. بعد اذنك. باي باي. صفوت. ايوه. ما تنساش معاك صاحب الشقه النهارده. حاضر يا سيدي. تاكسي. ايه ده؟ لا 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 معقول؟ يبقى في القطر في التاكسي كمان؟ في القطر كانت صدفة، لكن هنا انا قصدها شقاوة بقى. اسمحي لي اقابلك كمان مرة؟ ايه؟ اعزمك على غدا. ميرسي قوي انك قبلت الدعم. انا حبيتك ومحتاجه حد يقف جنبي ويحبني. انا اللي ما صدقت لقيت واحده تحبني. معقوله؟ انا هفضل جنبك طول العمر. كده نسيتيني اطلب لك حاجه. بخل بقى. يا مات. بفكر فيك. وانت بتعملي ايه؟ صراحة كده بفكر في واحد قابلته في القطر وبعدين في التاكسي وصلني لغاية البيت. واقول لك سر، حبيته. ها عندك مانع؟ لا، إذا كان الشخص ده اللي بتقصديه يبقى حبيه. حبيه عشان خاطر ربنا حبيه. لا لا أنا هكلمك بكرة. أوكي. باي باي. باي باي.
سعيدة بالشكل أصل بحب يا زم يا باهر بعدك ما أنا ده أنا أبقى أسعد واحدة في الدنيا لما تبقي سعيدة يا منى. أنت صحيح فرحانة عشان يا زم؟ طبعا طبعا يا منى، ده احنا متربيين مع بعض وأكتر من إخوان. عقبالك عقبالك يا زم عقبالك لما تحب زيي. يا أخوان صباح الخير يا فندم. أهلا يا مصر، اتفضل. ها شيف، ايه الاخبار؟ لا جديده تحت الشمس. والبواب ما عرفش الراجل؟ كل الصور اللي اتعرضت عليه ما لقاش فيها الراجل اللي قال عليه. تتصور يا فندم ان احنا ساعات بنعتقد ان الراجل كذاب ولا فيه راجل ولا حاجه. لا 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 يا مصر، في واحد فعلا، بس مين هو ده؟ هي غير الحلقه المفقوده. بس الراجل اسمه بسام، ده كان راجل نصاب كبير جدا، يعني اكيد لازم يكون له اعداء كتير، ومن الممكن يا فندم يكون اي واحد منهم قتله. المصيبه انه كان له اكتر من اسم، عشان كده مش قادرين نوصل للقاتل. محسن بقولك ايه، انا عايزك تستدعي لي بنت الراجل ده عشان عايز اسال على شويه حاجات كده. حاضر يا فندم، نستدعي حالا. بس دي ساكنه في اسكندريه. وماله، بعت لها اسكندريه؟ يبعت لها في اسكندريه. سيبك تقول اي حاجه ثانيه. انت رايح فين دلوقتي؟ كده التحرير. طب ما تاخدني معاك، انا عربيتي عطلت اصلا. والله يا اخي العربيات دي بقى قرفها اكتر من ميزاتها. اتفضل يا فندم. الو. ايوه سامي. منى عندك؟ خرجت؟ ما تعرفيش راحت فين؟ طيب لما تيجي قولي انا سالت عليها. طيب باي باي. يا سهير مالك؟ ابدا يا محب، عندي شويه دوخه كده ونفسي غمى عليا شويه. بجد؟ ايوه. يا حبيبه قلبي اوعى تتحرك من مكانك، انا خدامك، اعمل لك اي حاجه انت عايزاها. الحكايه دي بقالها كام يوم يا محب؟ انا بقالي 20 يوم بالطريقه دي. يبقى لازم تتعرض على الدكتور فورا. ليه كده اهو؟ اقعدي. انت رايحه فين؟ انا اللي هفتح الباب. اهلا. مساء الخير يا ازيك يا محب؟ ابن حلال كتف وقت خير. اتفضل. مساء الخير يا ولاد. اهلا بيك. بارك لي يا استاذ. الف مبروك. بس على ايه؟ هبقى اب. معقولة؟ اه والله. ألف مبروك. ألف مبروك يا مدام. الله يبارك فيك. بس محب دايما بيحب يهزر كده، ما تصدقوش. دي شوية دوخة وشوية تعب عمل لي عليهم الهيصة دي كلها. وهي دي حاجة صغيرة؟ وأنت يا صفوت مش ناوي تخش دنيا؟ صحيح يا صفوت، أنت مش ناوي بقى تشوف بنت الحلال؟ على فكرة أنا عندي ليك عروسة، إنما إيه؟ هدية. إياك تكون أمل. ومالها أمل بقى؟ أوعى يا ابني تتجوز أمل، دي هتنكد عليك عيشتك، دي ماسكه الكتاب ليل نهار وعامله له مثقفه. قال لا لا لا، بعد الشر عليا من دي، لا امل ولا غيرها. انا ان شاء الله هسمعكم خبر كويس قريب. بجد؟ بجد؟ ايوه. وحلوه زي سهير؟ هو في زي سهير ابدا؟ انت بس دايما تجاملني كده. طب بقى اقوم اعمل لكم الشاي. طب ما تستنوا اعمله انا. لا لا خليك انت قاعد مع صاحبك. طب على مهلك. يا غالي انا عايز اقول لك حاجه. ايه؟ محتاج فلوس؟ فلوس ايه محب؟ امال ايه؟ محب؟ انا بحب. طب قول يعني، هو انت اول واحد ولا دي جريمه؟ مالك بتقولها كده وانت خايف؟ اصل انا عايز انك تقول. طب بس تعالى خد هنا، هو الواحد ما عرفش يهزر مع صاحبه ولا ايه؟ لا محب صدقني، انا بحبها وهي بتحبك. كل تصرفاتها معايا بتقول انها بتحبني. يعني بصراحه العباره بتحبك، ايه المشكله بقى؟ يعني ما انتش عارف دي مشكله. مش معقولة تعيش حياتك كلها معاها بالكذب، وكمان ممكن تقولها الحقيقة. تسيبك. سيبني. طب بس تعالى تعالى اقعد. اسمع يا صفت، الحقيقة عمرها ما خربت بيت، لكن الكذب ملوش رجيل. ايه بتمشمش وبتقولوا ايه؟ بتقطعوا فروة مين؟ فروة واحد حب ولا طنش يا سيدي. محب وبعدين؟ خلاص اقعد. ايه الحكايه يا جماعه؟ ايه الحكايه يا صفوت؟ انت مخبي عني حاجه؟ لا ابدا. انا اقول لك يا ستي، صفوت محتار يقول لخطيبته هو كان في السجن ولا لا. طبعا يقول لها. ايه هو اللي لا؟
واذا كان عقلها كبير هتقدر الموقف اللي انت كنت فيه، واذا كان عقلها صغير. ايوه بس انا بحبها. صفوت، اذا كانت بتحبك هتغفر لك كل حاجه. الحب بيغفر اي حاجه يا صفوت، وانت كنت مظلوم. خلاص يا سيدي، هتوريها لنا امتى؟ لما بلاقيها. ايه طفشت؟ ايه دي الالفاظ بتاعتك دي؟ لا ابدا، اصلي بقالي يومين بتصل بيها مش لاقيها. النهارده سالت الشغال عليها، قالت لي انها نزلت مصر. لمين؟ مش عارف. يا دي الساعه بقت 12، استاذن انا بقى. ما بدري احنا قاعدين. لا معلش، ورايا كام مشوار بدري هعملهم عشان الشقه بقى. صحيح، انت عملت ايه ما قلتليش؟ يعني انت جيت وشفت يا سيدي سايبني ناقص لوحدي. خلاص انا هجيب. ان شاء الله، تصبحوا على خير، والف مبروك للبيبي. خليكم مستعجلين. معلش خليكم مستعجلين. مع السلامه. ميرسي قوي يا صاحبي. باي باي يا صاحبي، ده بيتك. نفس المكان. ماشي يا حبيبتي، صباح الفل، باي باي. صفوت، ايه يا صفوت؟ ابدا مفيش حاجه. ازاي انت مخبي عليا؟ لا ما بخبيش عليك حاجة، أنا هقولك على كل حاجة. تعالي تعالي نقعد في المكان اللي دايما بنقعد فيه. يلا. مسافر بره. امال كنت فين؟ كنت في السجن. سجن ليه؟ عشان زورت واختلست. ايه؟ انت زورت واختلست؟ ارجوكي ما تفهمنيش غلط. افهم غلط ازاي؟ مش انت اللي بتقولي زورت واختلست؟ انا هفهمك عن كل حاجه. دي كل حاجة من أولها. أنا كنت من أسرة متوسطة، أبويا موظف عادي وأمي ست ربة بيت. أمي كانت عايزة تدخلني مدرسة عادية، لكن أبويا صمم إن أنا أخش مدرسة سان مارك عشان كان فيها أولاد الأكابر. كانت الطلبة بتبصلي بإشفاق عشان كنت فقير. صحيح كنت متفوق عليهم كلهم،
لكن ده ما كانش بيشفع لي عندهم في فقري. وخدت الابتدائية والاعدادية ونجحت بتفوق ودخلت الثانوية. وانا في الثانوية العامة ابويا مات. كنت عايز اسيب المدرسة لكن امي رفضت واشتغلت هي في مشغل تفصيل عشان توفر لي المصاريف واحتياجاتي كلها. ونجحت ودخلت الجامعة. كنت بتألم لما اشوف امي وهي جاية من الشغل تعبانة، بس ما كانش في حاجة اقدر اعملها. كنت بذاكر ليل ونهار عشان اخد مجانية التعليم علشان اخلص الجامعة. وبالفعل كل سنة كنت بجيب جيد جدا واتخرجت وخدت بكالوريوس التجارة. المدام صاحبة المشغل اللي ماما كانت بتشتغل فيه اتوصلت لي عند واحد مدير شركة كبير، ورحت وقابلته وعيني في الشركة. أول يوم دخلت في الشركة حسيت إني عايز أبقى فيها حاجة كبيرة قوي. كان طموحي كبير، وفعلا في مدة قصيرة قدرت أكسب ثقة الجميع وقدرت أوصل بالشغل ليل ونهار لمنصب سكرتير عام الشركة. وكلهم كانوا بيحبوني وأنا كمان كنت بحبهم وكنت عندي حسن ظنهم، لغاية لما جه اليوم المعود. في يوم جيت فندق الشيراتون هقابل احد العملاء، وانا في صالة الفندق اتعرفت على واحد اسمه ادهم الديناري، ومن كلامه عرفت انه راجل اعمال. وعرفني على بنت هدى جميلة، كل شيء فيها كان بيتكلم. وحسيت اول ما شفتها ان هيحصل حاجة بيني وبينها، وفعلا اتطورت العلاقة بيني وبينها وحبيتها وخطبتها من ابوها ووافق. وبعد الخطوبة عرض علي مشروع للمساكن الجاهزة وقدر يقنعني بالمشروع، لكن المشروع كان ينقص المال 2 مليون جنيه. انا طبعا ما كانش معايا المبلغ ده، لكن كان عندي استعداد اعمل اي حاجة عشان احصل عليه. هو طلب مني اني ارهن له مستندات مزوره باسم شركه كبيره هو اللي زورها. انا في الاول رفضت، لكن اقسم لي انه هيرد الفلوس دي في ظرف اسبوع وكاني مفيش حاجه حصلت. وتحت الحاجه وعلشان خاطر هدى وافقته طبعا، وزورت انا كمان في مستندات شركات تانية واسماء عملاء تانيين عشان اجمع له المبلغ كله. وجمعته واتفق معايا انه هياخد المبلغ على مرتين. الجزء الاول خده في اول مرة، والجزء التاني هو في اليوم المشؤوم. رحت للوتيل وكانت الفرحة مش سايعة. اسمع بقى، انا مش عايز اسمع منك كلمة تاني والا حاط على لسانك. ولازم تعرف يا محترم ان هدى دي مراتي. مراتك؟ ايوه مراتي، على سنة الله ورسوله. وبكده تبقى عرفتي كل حاجة عني، وانتي حرة يا ماما. لازم
مدام سهير؟ ايوه انا منى ابو الفتوح. معقوله منى؟ ليك يا منى الحمد لله. ايه الجمال ده؟ ده حقيقي صفا بيعرف يختار. اتفضلي. معلش انا متاسفه ان انا جايه في وقت متاخر كده. اصله حصل موقف مش ظريف بيني وبين صفوت، حبيت اصلحه ما لحقتش. خير؟ حصل ايه؟ اصله صفوت حكالي على كل حاجه، بعد ما فكرت لقيت ان هو ملوش ذنب اللي حصل. طبعا الحب بيكسر كل الحواجز، حاولت اكلمه في البيت كتير قوي ما لقيتوش، كان قال لي انه صديق الاستاذ محب، عشان كده انا جيت لك. صفوت ابن حلال انسان ابيض، لكن ظروفه كانت وحشه. الظروف الوحشه دي لازم تنتهي وصفوت لازم يعيش. يعني ايه؟ انا لازم اشوف، لازم اشوف صفوت. خلاص روحي له، انت قلتي ان الحب بيكسر كل الحواجز. يا منى اروح له فين؟ تروحي له البيت. ايه؟ اروح له البيت؟ ايوه، صفوت بيحبك يا منى، واللي يحب عمره ما يكره. منى ايه؟ مش هتقولي اتفضلي ولا امشي؟ تمشي ايه؟ ده لو الدنيا كلها مشيت الا حبيب قلبي. اتفضلي امشي. انا اسفه جدا. انا ما تقوليش اي حاجه، طالما جيتي هنا يبقى كل حاجه خلاص. انت صحيح بتحبني؟ ده سؤال تسألوني يا منى. منى اسألي قلبي، اسألي الدنيا كلها، تقولك صفوت بيحب منى، صفوت بيحب منى، صفوت بيحب. طب لازم نتجوز. معقول؟ هتبني في الاستاذ صفوت ولا مدام منى؟ انت هتتكلم كتير قوي كده، ما تروح تجيب المأذون. دقايق، قصدي ثواني، ثواني مش وحش. الله يبارك فيك. انا الله يبارك فيك بالرفاء والبنين ان شاء الله. ميرسي جدا. مبروك يا منى. الف مبروك. رعاية الله. مبروك يا شكرا. مبروك يا منى. عقبال ولادك ان شاء الله. مبروك يا صبري. مبروك يا حبيبتي. شكرا. ايه ده؟ معقولة؟ مبروك. انت بتعمل غير عشان اقول هسيبها. بتتوشوشوا بتقولوا ايه؟ انا بقول بس نخلع بقى عشان نسيب تضحكوا بقى ليكوا بقى. عين العقل يا محمد. ايوه بوزعكم بصراحه. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك. مبروك يا سعد. ميرسي يا سعد. باي باي. باي باي. باي باي. تصبحوا على خير. باي باي يا سعد. حبيبة قلبي، عايزة تقضي شهر العسل فين؟ انت عايز تروح فين؟ انا ان كان عليا عايز الف بيك الدنيا دي كلها. انا ما يهمنيش الدنيا دي كلها، انا هزف في دنيتي، انا دنيتي انا وبس. We'll be right back.
مالك سرحت في ايه؟ احنا مش هنرجع بيتنا بقى. معقولة؟ لحقت تزاي مني؟ معقولة؟ معقولة ازق من روحي؟ امال عايزة ترجع لي؟ يعني بيتنا وحشني قوي. طب سيبك من حكاية بيتنا دي وقولي لي تحب تسهري فين؟ لا بلاش النهاردة. معقولة؟ اصلا انا حاسة نفسي تعبانة شوية. بلاش كسر قومي يلا. عايزة تسهري هنا؟ على شرط ايه؟ لا دي مفاجأة. ممكن تاخد الاختار ده وتنجلي هنا؟ اختار؟ اختار ايه؟ عايزين الهانم في النيابة في مصر يوم السبت الجاي. نيابة؟ طب هنا عملت ايه عشان يطلبوها في النيابة؟ انا ما اعرفش. ممكن تستلمي الاخضار بقى وتخلصيني. حاضر حاضر. اتفضل. شكرا. ازيك يا مولى؟ ثانية
ازاي؟ ايه المفاجأة دي؟ ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله. انت ازاي يا عروس؟ الجواز حلو؟ عقبالك. اعظم حاجة في الدنيا، وخصوصا لما يكونوا اتنين بيحبوا بعض. ربنا يسعدك يا منى. على فكرة ها في عسكري جالك من كام يوم يا ستي وساب لك الجواب ده، بقول لك لازم تنزلي مصر ضروري وتقابلي وكيل النيابة. هو عايزك ليه يا منى؟ يمكن عشان قضية المرحوم بابا. تحب اجي معاكي؟ لا 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 مفيش داعي، صفت هيجي معايا. فاكرة يا حبيبتي أول مرة تقابلنا فيها؟ طبعا، طول السكة وأنت بتبص لي. على فكرة أنت كنت بتبص لي قوي كده ليه؟ نعم بقى، كنت عايزاني أشوف أجمل واحدة في الدنيا كلها وما بصلهاش. بس أنت عرفتي منين كنت ببص لها؟ بصراحة وسر بينا، أنا كمان كنت ببص لك بس من تحت لتحت. ولسه بتبص لي من تحت لتحت؟ ما خلاص بقى. انت ليه يا حبيبتي مصممه ننزل في فيلت بابا؟ ليه لا يا حبيبي؟ انت ما شفتش فيلت بابا. ايوه حبيبتي، بس ننزل في اي اوتيل اريح. لا لا لا، عشان نبقى براحتنا. ايه اللي تشوفيه؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ايه يا جماعة؟ بتبصلي كده ليه؟ ولا حاجة يا بيه؟ ولا حاجة يا بيه؟ بتبصلي تاني؟ مش فاهم. ايه يا عبد الرحمن؟ بس عشان اشرب سيجارة. امال صاحي لغاية دلوقتي ايه؟ ابدا خلاص انا شربتها. ادخلي جوه. هات مخدتي. اتفضلي. ارجوك ما تقتلنيش، انا قلت لك على مكان الفلوس. اتفضلي. الباقيه في حياتك؟ حياتك الباقي. الحقيقه انا اسف قوي اني بعتت استدعيك من اسكندريه وانت في الظروف دي، بس انا كنت مضطر عشان في شويه حاجات عايز اعرفها عن المرحوم والدك. انا ما كنتش عايشه معاه، انا كنت عايشه في اسكندريه، وداني مدرسه داخليه وانا صغيره قوي، وبعد ما اتخرجت عشت في شقتي لوحدي. ما كنتيش تعرفي حاجة عن نشاط المرحوم والدك؟ لا، أنا كل اللي أعرفه عن بابي إنه كان عنده شركة مقاولات كبيرة قوي، وكان عنده شركات استيراد وتصدير وحاجات تانية. بس أنا آسف أوي إن أقولك إن تحرياتنا والتحيات اللي عملناها أثبتت إن والدك كان له أكتر من اسم. يعني بسام، أدهم الديناري، عباس العربي، مع ان اسمه الحقيقي ابو الفتوح السيد. وده معناه ايه؟ انه كان نصاب. بتقول ايه؟ نصاب؟ انا ما اسمعش على حد يقول على بابي كده. هي دي الحقيقه اللي عايزك تعرفيها، وعايزك تعرفي كمان اننا صادرنا كل املاك المرحوم والدك. تقصد ايه؟ هي شقه اسكندريه اللي انت قاعده فيها دي باسمك ولا باسم والدك؟ لا باسمي انا. طيب انت بشكل شخصي كده ما عندكيش شك في أي حد يكون متسبب في موت والدك؟ لا. طيب عموما لو وصلت لأي معلومات حتى ولو كانت تافهة ممكن تفيدنا في الموضوع ده، أرجوك تبلغينا فورا. حاضر.
حاجة تانية؟ متشكر، مع السلامة. مالك يا مونة؟ من ساعة ما رجعتي من مصر وانت مش طبيعية. لا ابدا مفيش، ما انا طبيعية اهو، مفيش حاجة. معقولة؟ مخبية عني ايه؟ تصور ان وكيل النيابة بيقول لي ان بابا كان نصاب، وان واحد اللي نصب عليه هو اللي قتله. هو عارفين ولا لا؟ هما لسه بيدوروا عليه. على مين؟ ما تقلقيش يا مرة، لو الدنيا كلها وقفت ضدك انا هقف جنبك. ايوه بيه. في ايه يا موجود؟ انا عرفت القاتل. مين هو؟ الاستاذ صفوت يا بيه. صفوت مين؟ جوز الست منى بنت المرحوم. انت متأكد من الكلام ده؟ زي ما انا متأكد من سيادتك دلوقتي قدامي. طيب منى عرفت صفوت ده ازاي؟ الله اعلم يا بيه. طب وايه اللي خلاك متاكد قوي كده؟ ما انا قلت لسيادتك قبل كده يا بيه ان كان في واحد بيجي يقعد معايا ويسالنا على المرحوم، وبعد كده اختفى مره واحده. وايه علاقه ده بصفوت؟ ما هو ده الراجل يا بيه اللي اسمه صفوت. يعني قصدك ان الشخص اللي كان بيسال على ادهم الديناري ده هو صفوت؟ هو بعينه، انا لا يمكن انسى شكله يا بيه. وايه اللي خلاك متاكد ان صفوت هو اللي قتل؟ ما يمكن اي حد تاني. لا يا بيه، اول ما شافني اتخض وتلجلك وقاغي وترازل عليا يا بيه. انت قلت للست منى حاجه عن الكلام ده؟ وده معقول يا بيه؟ طب اسمع، اوعى تجيب سيره لاي حد بالموضوع ده خالص، فاهم؟ فاهم يا بيه. روح انت دلوقتي. حاضر يا بيه. ايوه يا علي، اطلب لي محسن بيه. انت مين؟ وانت عايز مني ايه؟ عايزك تنتقم. تنتقم؟ تنتقم من مين؟ من حبيبتي الهام منى. انت ناسي هي مين؟ ناسي انها بنت الراجل اللي ضيع مستقبلك وخرب لك بيتك وخلاك تخش السجن؟ 7 سنين، 7 سنين بمقطع كل عام وانت متكسر في الدنيا، 7 سنين وانت بتهدهم يوم بعد يوم. ايوه بس انا انتقمت منه. هو هي ايه ذنبها؟ لانها بنت الراجل اللي اذاك، لازم تنتقم منها، لازم. ولما تعرف ان سيادتك اللي قتلت ابوها تبقى لازم تموت، لازم تموت. لا بحبها. لا 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 لا، عايز اقتلها. لا Thank you.
محب يا صفوة. محب؟ ايوه محب. في حاجة؟ مساء الخير يا صفوة. مساء الخير. انا متأسف ان انا جيت لك في وقت متأخر، بس سهيل تعبانة ومحتاج منى تبقى جنبها لما اجيب الدكتور. ايوه اصل منى واخدة حباية منوم، وانا كمان واخد حباية منوم، مش هقدر اعمل لك حاجة. ايه يا محب مالك؟ مفيش حاجة مفيش حاجة. مع السلامة. معلش. مع السلامة. مش موجود. مالك يا استاذ صفوت انت مرتبك كده ليه؟ ولا مرتبك ولا حاجه. انت هتعمل ايه مرتبك بالعافيه؟ وبعدين انبه عليك تقطعي علاقتك ببيه. بس ما بسش ولا حاجه. مع السلامه. عن البيت دورت عليها في كل مكان مفيش اي اثر ليها، وقابلت الاستاذ صفوة سالته عليها النهارده قال لي ما يعرفش عنها اي حاجه وتهرب مني. معقول الجثه ده يا جماعه؟ معقول يا ستي؟ غريبه، لان حتى سال سوري عليها قالت ما تعرفش عنهم اي حاجه. فعلا انت سالت عليهم في مصر؟ ايوه طبعا سالت عليها وما اعرفش عنها اي حاجه. يا محب انا قلقان عليها جدا. محب خلاص بس اهدي، جايز تكون زعلانه مع صفوة وعند حد من قرايبها. حد من قرايبها؟ يا صوري ملهاش حد غيري وشقتها وانا قاعده في الشقه، يعني لو كانت زعلت كانت رجعت الشقه تاني. انا قلبي مخطوف عليها جدا يا سهير. خلاص يا سامي خلاص. محب انا هنزل اشوف صفوة عند اذنكم. ما تاخرش يا محب عشان طمني. اهلا وسهلا، نورت اسكندريه يا فندم. متشكرين قوي قوي، الف شكر. في حاجه؟ تمام فندم. في واحد ورا عايز يعرف سيادتك. مين ده؟ ده الكارت ده. صفوة اسماعيل محمد. ايه؟ خليه يدخل. دخل. حاضر يا فندم. ما يكونش ده يا فندم صفوة جوز منى بنت ابو الفتوح؟ ده مؤكد هو. فضل يا صفوة. تفضل تعال. اهلا يا فندم. اهلا بيك. انا جاي ابلغ عن اختفاء مراتي يا فندم. دي مدام منى ابو الفتوح؟ هو حضرتك تعرفها؟ اعرفها كويس قوي. انا استدعيتها قبل كده للتحقيق في مقتل المرحوم والدها. ابوس ايديكم يا فندم. شوفوا هي راحت فين؟ انا بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها. بيه اهدى يا استاذ صفوة. اهدى اهدى كده واحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط. ابدا يا فندم. انا خرجت مشوار عادي. غبت فيه كده يجي 4 ساعات. رجعت البيت ما لقيتهاش. انتظرت شويه قلت يمكن تيجي. قعدت استنيت لغايه لما الصبح طلع عليا يا فندم وبرده لسه ما جاتش. دورت عليها في كام حته وبعدين جيت ما لقيتهاش. قلت اجيبها لك هنا يا فندم. دورت عليها كويس عند قرايبها اصحابها في الحتت اللي ممكن تروحها؟ دورت في كل حته يا فندم. طب اهدى. طيب يا استاذ صفوة اهدى واتفضل ارتاح في المكتب اللي بره، وان شاء الله احنا هنعمل كل جهدنا ومراتك ترجع. يعني حاجه لحضرتك ثانيه يا فندم؟ اتفضل استريح بره. طب بعد اذنكم يا فندم. اتفضل. ايه الحكايه بالظبط يا فندم؟
احكي لك كل حاجة دلوقتي. صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضل. شكرا جدا. انا اسمي سامية خليل وجاية ابلغ عن اختفاء السيدة منى ابو الفتوح. منى ابو الفتوح؟ اه مرات صفوت؟ ايوه فندم. وايه معلوماتك عنها؟ عن سر اختفائها يعني؟ انا ما عنديش اي معلومات عن سر اختفائها. انا ومنى متربيين مع بعض وعايشة معاها في بيت واحد، لكن من يوم ما اتجوزت وجوزها منعني من الاتصال بيها الا في ظروف خاصة جدا. زي ايه؟ لما يكون في حاجة محتاجاها شخصيا، وعموما انا مسؤولة عن كل اعمالها. وما سألتيش صفوت ليه؟ انا فعلا رحت له البيت وسألته عنها، لكن عاملني معاملة قاسية جدا. كان عصبي ومتوتر لغاية انه طردني من البيت وقفل الباب في وشي. والمطلوب دلوقتي ايه؟ ان حضرتك تستدعي صفوت وتسأله. طبعا هينكر لان ما عندناش اي ادلة ضده. يبقى يا فندم مفيش غير ان احنا نراقبه لغاية ما نتأكد من صحة البلاغ. على العموم انا هقبل مراقبته لحد ما نحط ايدينا على اي ادلة ضده، ومهما كان ذكاؤه برضه لازم يقع في ايدينا. اهلا. انا محسن. ازيك يا فندم؟ ازاي يا اخي؟ انا مخي عمال يرد ويجيب في القضية دي. ليه يا فندم؟ تفتكر فعلا هو اللي قتلها؟ والله يا فندم مش عارف، بس ده كان بيعيط بحرقة جامدة جدا. يعني مش فاهم، يعني هو اللي قتل الاب والبنت؟ بس اللي عايز اعرفه، هل صفوت كان يعرف ان منى دي ابوها ادهم الدناري قبل ما يتجوزها؟ لا طبعا. طب وليه لا؟ يا فندم هو لو كان يعرف ان ابوها ادهم الدناري ما كانش يتجوزها من الاصل. قصدك ان صفوت اتجوز منى على اساس انها منى ابو الفتوح، وبعد كده اكتشف ان ابوها ادهم الدناري اللي نصب عليه ودخل بسببه السجن، فلما عرف الحكايه دي قتلها. هو ده اللي حصل بالظبط يا فندم. انا برضه فكرت نفس التفكير، بس اللي عايز اعرفه بقى جثه منى فين؟ وليه صفوت يقتلها طالما هي ما تعرفش حقيقته؟ اكيد يا فندم هو خايف انها تعرف حقيقته في يوم من الايام، عشان كده قتلها قبل ما تنتقم لابوها. بتبقى معادله غريبه جدا، ادهم الدناري ينصب على صفوت ويدخله السجن، وصفوت يقتل ادهم الدناري، وبعد كده يتجوز بنته وما يعرفش ان دي بنت ادهم الدناري. دي مش ممكن، دي حدوته ولد خيال. والله يا فندم الدنيا فيها العجائب. الو؟ ايوه عباس، ازاي؟ ايه؟ مش معقول. لا لا لا، انا اللي جاي لك حالا مسافه السكه. البس بسرعه حصان على الاوضه. ليه يا فندم؟ في ايه؟ هقول لك كل حاجه في السكه بس بسرعه. صباح الخير. انا جيت حسب الميعاد، ان شاء الله يكون في اخبار. الحقيقه يا استاذ صفوت انا مش عارف اقول لك ايه. خير يا فندم؟ استاذ صفوت انت راجل مؤمن، الباقي في حياتك. مش ممكن. منى ماتت. منى Thank you.
الجمال هو اللي خلقنا كده. خلقنا كده الدنيا كلها. بقول لكم ايه؟ اختفوا انتوا وانا هحاول اطلع اتفاهم معاه، محدش منكم يعمل اي حاجه، ولو حسيتوا باي مقاومه تهجموا على طول. حاضر. اتفضلوا انتوا دول. ان شاء الله. ابدا كنت زهقان شويه قلت اني اتمشى. ومال ممكن نتمشى سوا؟ تحت امرك يا فندم. اتفضل. على فكره في مشوار صغير كده يا ريت نروح سوا. فين يا فندم؟ في حاجه مهمه عايزك تعرفها. ما بقاش في حاجه مهمه يا فندم في حياتي. مراتي كانت الشيء المهم الوحيد في حياتي. مراتي ماتت خلاص. طب وليه الياس ده يا صبري؟ مش جايز تكون عايشه؟ لكن حضرتك قلت لي انها ماتت. تعالى معايا وهناك هتعرف كل حاجه. اتفضل. مفيش داعي للمقاومة. أرجوك يا حضرتك خليني أنا أكلم، يمكن لما يسمع صوتي هيغير رأيه. صفوت صفوت أنا منى، أنا بحبك يا صفوت. أرجوك ننزل، أنا مستنياك صفوت. لو ما كانش عشان خاطري انا يبقى عشان خاطر ابننا. ارجوك ابننا. انا مش عايز ولاد، عايز اجيب لي ولد. ليه؟ عشان يشوف الحرمان اللي شفته، عشان يقتل اللي اذيته. لا انا مش عايزه مختلس، مش عايزه حرامي، مش عايزه غالط. صفوت صفوت اسمعني. مش عايز اسمع حاجه، حتى انت مش عايز اسمعك. طب انا ذنبي ايه؟ وانا ذنبي ايه؟ مش ابوك هو السبب؟ ابوك. سلم نفسك يا حفوة. حرام عليك. ليه يا صفوت؟ ليه عملت كده؟ ليه؟ شفحيني شفحيني يا منى. قصدي بحبك. مجاني فرصة
دايما بيطاردني.